حنا متواجدين حدا القباط البرلمان باش نوصلوا الصوت ديالنا لهاد المسؤولين اللي حتى واحد ما عارنا لا اهتمام، ما هضر معانا، ما خرج سولنا على الاحوال ديالنا، ما خرج سولنا على المطالب ديالنا. هاد الناس واحد شويه من الالاف اللي كاينه في المغرب كامله اللي ما قداش تكون حاضره معانا لظروف خاصه. حنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه، المطالب ديالنا هو نرجعوا لايطاليا، ما بغينا لا قرعه لا اسباقيه لا والو، لان الناس مشاو لطنجه وعطاو الفلوس باش يمشيو والناس عيطوا لهم وما مشاوش، وهذا الشيء هذا فات الحد ديالو، والحكومه حتى واحد ما هضر معانا. وحنا الحل الوحيد كنلتجئوا للملك، لان دابا بقينا كنشوفوا في المغرب الا ما تدخلش جلاله الملك حتى حاجه ما كتقضى. الملك عندنا هو الحل، لان هذه الوزاره وهذه الخارجيه وهذا الشيء ناعسين، ما كاين حتى شي واحد. هاد الناس كلهم، الناس ضاعت في خدمتها، الناس ولادها على برا، ولادها هنا، ما لقاتش الطريقه وما لقاتش الحل كيفاش تمشي بحالتها. مشينا للقنصليه كيقول لك سير الخارجيه، مشينا للخارجيه تقول لك سير القنصليه، كيلعبوا بينا الكره. حنا ما عندناش مطالب، ما كنطلبوكمش تساعدونا، حنا كل واحد يقطع البيه ديالو، حلوا لنا الطريق نمشيو بحالتنا. البيه كاين، كل شيء عنده يمكن له يسافر بحالته. اشنو هو السبب اللي مخليكم قابطين هنا؟ الجاليه الفرنسيه مشاو، الالمانيه مشاو، الهولنديه مشاو، كل شيء جاليات مشاو. علاش حابسين هاد الناس على ولادهم على عائلتهم؟ تشردوا مخدميهم، ما عندهم ما ياكلوا، عايشين عند عائلتهم عاله غير زايدين، لان راكم كتعرفوا في المغرب شنو عندك شنو كتسوى. الناس وصلت حتى التذكره ديال الطياره ما عندهاش باش تشريها. حنا ما طالبين شي حاجه مستحيله، صيفطونا بحالتنا. اختي حاصلين هنا كاين اللي 6 شهور الناس اللي حاصله، وكاين اللي 4 شهور، وكاين اللي 3 شهور، كاين المراه اللي عاد تولد هنا وعاد توحل، كاين اللي تسللوا الاوراق عايو حل. حنا بغينا تدخل عاجل، واللي يمكن له يعاوننا ويتدخل هو جلاله الملك. شدنا الحكومه، انا شدنا الوزاره الخارجيه، هضرنا مع القنصليه، هضرنا مع السفاره، ولا اذن صاغيه ولا اللي من تنادي فيما كتهضر معاهم او كتمشي كيقولوا لك سير حتى الغدا حتى بعد غدا حتى الهادي. حنا دابا حنا ما عندناش اللي غناشدوا الا سيدنا سدو العاليه بالله، سيدنا الله ينصره الله يشافيه، هو الاب الروحي والاب ديال المغاربه اجمعين. كنناشدوك سيدنا، راه حنا ما بقاش عندنا شي باب غنطرقوا الى الباب ديالكم. حنا عندنا مشاكل صحيه، ومشكل ماشي انا، الناس كلهم هنا، كاين اطفال صغار هما متواجدين معنا، كاين الناس الحوامل اللي ما عندهمش كيفاش يديروا مراد. انا كنتكلم مع السيده ما عندهاش باش تشري الحليب لولدها، لان نفدوا الفلوس، نفد كل شيء، جينا على اساس نجلسوا 10 ايام ولينا في 4 شهور. حنا ما عندناش شي مطالب، المطالب ديالنا والمطلب الرئيسي هو اننا نمشيو، حنا الحدود نمشيو بحالنا. حنا مقادين، حنا متكفلين باش نخلصوا البيه ديال الطياره او الباطو او اي حاجه، المهم وسيله نقل اللي غتوصلنا لدير ايطاليا. الرساله ديالي لجلاله الملك، انت اللي كتعاوننا، شوف فينا بعين الرحمه سيدنا. هاد الناس باغيه تمشي عند وليداتها مكرفصه ضايعه، الا بقينا هنا اكثر من هاد الشيء هذا بحال اللي نبقاو هنا. اما ديونا عند ولادنا ولا جيبوا لنا وليداتنا عندنا. عاش الملك، عاش الملك. ديونا عند ولادنا ولا جيبوا لنا وليداتنا هنا، ما تخليوناش مفرقين.